السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم. أنا المعلمة رشا منذر الجاسم. لدينا درس في المرحلة المتوسطة للصف الأول المتوسط في مادة المهارات الرقمية. عنوان درسنا برنامج معالج النصوص وورد، التنسيق، تعداد نقطي ورقمي، التحرير في الفصل الدراسي الثاني. قبل أن نبدأ كعادتنا ماذا نقول؟ أحسنتم، بسم الله. هيا نرى الآن إرشادات التعلم عبر قنوات عين. أولا، أجلس في مكان هادئ بعيدا عن الإزعاج والضوضاء. كذلك أجلس بشكل صحيح ومريح. أحضر أدواتي التي أحتاجها لدرسي، وأنصت وأستمع جيدا لمعلمي ولمعلمتي لأستوعب الدرس، وأتابع الدرس حتى ينتهي لأفهمه وأستوعبه جيدا. في درسنا لدينا أهداف. هدفنا العام هو أن يستخدم الطالب والطالبة أدوات شريط التنسيق في برنامج معالج النصوص مايكروسوفت وورد. أما عن أهدافنا الخاصة، أولاً أن يستخدم الطالب والطالبة أداة التعداد النقطي في شريط التنسيق. ثانياً أن يستخدم الطالب والطالبة أداة التعداد الرقمي في شريط التنسيق. ثالثاً أن يستخدم الطالب والطالبة أداة الاستبدال في شريط التنسيق. رابعاً أن يستخدم الطالب والطالبة أداة القص في برنامج معالج النصوص. خامساً أن يستخدم الطالب والطالبة أداة النسخ في برنامج معالج النصوص. سادساً أن يستخدم الطالب والطالبة أداة اللصق في برنامج معالج النصوص. أعزائي الطلاب والطالبات، هيا نتذكر. ولكن ماذا نتذكر؟ نتذكر ماذا تعلمنا في دروسنا السابقة. هيا تذكروا معي. في دروسنا السابقة تكلمنا عن التعداد النقطي والتعداد الرقمي في أي برنامج. كنا نستخدم التعداد النقطي والتعداد الرقمي، ولكن ما اسم هذا البرنامج الذي استخدمنا فيه التعداد النقطي والتعداد الرقمي؟ أحسنتم، برنامج مايكروسوفت وورد. قلنا يتيح لنا برنامج مايكروسوفت وورد كتابة النصوص وتنسيقها حتى نحصل على نصوص جميلة ومرتبة ومنسقة. تكلمنا في درسنا السابق عن التعداد النقطي والتعداد الرقمي. هيا نرى هذه العبارة. في المستطيل رقم واحد لدي من أنواع الفواكه: البرتقال، التفاح، الموز. ووضعنا بداية كل فاكهة نقاطاً. قمنا بتعدادها على شكل نقاط، يسمى هذا التعداد النقطي. ماذا عن المستطيل رقم اثنان؟ هيا نقرأ نفس العبارة: من أنواع الفواكه البرتقال، التفاح، الموز. ووضعنا بداية كل فاكهة رقما، قمنا بتعدادها على شكل أرقاما. كتبنا رقم واحد، رقم اثنان، رقم ثلاثة. إذن قمنا بتعدادها على شكل أرقام. قلنا يتيح لنا برنامج مايكروسوفت وورد عبر شريط التنسيق الذي لدينا نستطيع أن نستخدم التعداد النقطي، نستطيع أن نعدد الأشياء على شكل نقاط، كذلك نستطيع أن نعدد الأشياء على شكل أرقام: واحد، اثنان، ثلاثة. إذن شريط التنسيق في برنامج مايكروسوفت وورد يساعدنا على التعداد النقطي والتعداد الرقمي. هيا نتذكرها عمليا. لدينا من أنواع الفواكه البرتقال، التفاح، الموز. كيف نستطيع أن نضع عليها التعداد النقطي؟ أولا نقوم بتحديد الفواكه التي نريد أن نضع بدايتها نقاطا. بعد أن قمنا بتحديدها كما نرى حددت باللون الرمادي عبر الفأرة، ننتقل إلى كلمة تعداد نقطي، نقوم بالنقر عليه. على ماذا حصلنا؟ على نقاط. إذن حصلنا على التعداد النقطي. ماذا عن التعداد الرقمي؟ أيضا نقوم بتحديد. تعلمنا كيف نستطيع أن نحدد. حددنا الفواكه، بعد ذلك ننقر على ترقيم أو تعداد رقمي، فنحصل على الأرقام 1 و2 و3. هذا ما تعلمناه في دروسنا السابقة. أيضا تعلمنا القص والنسخ واللصق باستخدام ماذا؟ شريط التنسيق. لدينا هنا التفاح مفيد، نستطيع إعادة كتابتها أي نسخها
في المستطيل الأخضر، كذلك نستطيع نقلها أي قصها من المستطيل الأصفر إلى المستطيل الأخضر عبر الأدوات الموجودة في شريط التنسيق. هيا نتذكرها عمليا. نستطيع، لدينا هنا كما نرى هنا من أنواع الفواكه، نستطيع أن نعيد كتابتها بالأسفل. أولا يجب علينا أن نحدد النص الذي نريد إعادة كتابته، بعد ذلك أنا أريد إعادة كتابتها، إذن أختار كلمة نسخ. أنا أريد نسخها مرة ثانية، تكرارها، تكرار هذه العبارة. نسخ، قمت بالنقر على كلمة أو أداة نسخ. بعد ذلك أقف في المكان الذي أريد نسخ العبارة فيه وأنقر أيضا في شريط التنسيق في الأعلى على كلمة لصق. لاحظوا كلمة من أنواع الفواكه تكرر كتابتها في الأعلى وفي الأسفل كما ترون. ماذا لو أردت أن أقص كلمة البرتقال من هنا وأضعها في الأسفل، أي أحذفها من هذا السطر، أقصها وأعيد كتابتها في الأسفل من خلال أيضا شريط التنسيق. أختار أداة قص، حاولوا تهجئتها. لاحظوا ماذا سيحصل للبرتقال، حذف البرتقال، قص البرتقال من مكانه، أقف في المكان المناسب. الآن أريد إلصاقه في هذا السطر، أختار أداة لصق. لاحظوا انتقل من الأعلى إلى الأسفل، تعلمنا ذلك في دروسنا السابقة. ماذا عن القص والنسخ واللصق باستخدام الفأرة؟ أيضا نستطيع أن نعيد كتابة التفاح مفيد، أو ننقلها من المستطيل الأصفر إلى المستطيل الأخضر عبر الفأرة باستخدام هذه القائمة. كيف فعلنا ذلك في الدرس الماضي؟ تذكروا معي، لدي كلمة من أنواع الفواكه، هذه الكلمة كما ترون. أستطيع كما نرى كلمة من أنواع الفواكه، سأضعها باللون الأزرق. أستطيع أن أعيد كتابتها في الأسفل ولكن باستخدام الفأرة. أولا أحدد الجملة، قمت بتحديدها، بعد ذلك أنقر بمفتاح الفأرة الأيمن، تظهر لدي القائمة. أختار نسخ، أنا أريد تكرارها، إذن أختار كلمة نسخ. كما نرى لم تختفي، أنا أريد أن تتكرر مرة ثانية. أختار المكان الذي أريد تكرار العبارة فيه وأختار أداة لصق. كما ترون ظهرت لدي العبارة في المكان الذي وقفت فيه، من أنواع الفواكه ومن أنواع الفواكه مرة ثانية. ماذا لو أردت أن أنقل كلمة الموز؟ كما نرى هنا سأضعها باللون الأخضر، أريد أن أقصها من الأعلى وأضعها في الأسفل باستخدام، أحسنتم، الفأرة. أولا أحدد الكلمة، أنقر بزر الفأرة الأيمن، أختار أداة قص. لاحظوا اختفت كلمة الموز. أقف الآن في المكان المناسب كما نرى هنا وأختار من القائمة عبر زر الفأرة الأيمن لصق. كما ترون أعيد كتابتها في الأسفل. ماذا سنتعلم اليوم؟ اليوم أيضا سوف نتعلم القص والنسخ واللصق باستخدام لوحة المفاتيح. كيف أستطيع أن أنقل كلمة التفاح مفيد، أعيد كتابتها مرة ثانية، أو أقصها من المستطيل الأصفر إلى المستطيل الأخضر عبر هذه المفاتيح، حرف الأكس وحرف السي وحرف البي باستخدام كنترول، مفتاح كنترول. كيف أستطيع ذلك باستخدام لوحة المفاتيح؟ هذه هي لوحة المفاتيح، لدي كلمة التفاح، فلنرى هنا لدي كلمة مرة ثانية من أنواع الفواكه، أريد أن أعيد كتابتها في الأسفل، سوف تتكرر مرتين باستخدام لوحة المفاتيح. أولا أحدد الكلمة بالنقر على كنترول وحرف السي هنا باللغة الإنجليزية. الآن قمت بنسخها،
كما ترون سوف يتكرر تتكرر كتابتها مرة ثانية. أقف في المكان المناسب وأختار أيضا أنقر على مفتاح وحرف الفي. لاحظوا أعيد كتابتها، أصبح لدي كلمة من أنواع الفواكه كررت مرتين. ماذا لو أردت أن أقص كلمة الموز من هنا وأنقلها للأسفل؟ لا أريد تكرارها، أريد قصها. أولا أقوم بتحديدها وبالضغط على كنترول وحرف الإكس. لاحظوا ماذا سيحصل لكلمة الموز من كنترول وحرف الإكس. قصت الكلمة، الآن سوف أنقلها للسطر الأسفل كما نرى باستخدام لوحة المفاتيح، أيضا بالنقر على كنترول وأيضا حرف الفي كما نرى. نقلت كلمة الموز من الأعلى للأسفل. إذن لدينا كنترول، هذا هو المفتاح الذي نقوم بضغطه دائما إذا أردنا النسخ، كنترول حرف السي إذا أردنا تكرار الجملة. أيضا بعد أن نضغط على كنترول وحرف السي نقف في المكان المناسب ثم كنترول وحرف البي فتتكرر الجملة. أما إذا أردنا كما فعلنا في الموز قصها ونقلها من الأعلى إلى الأسفل نضغط على كنترول مع حرف الإكس. هكذا قمنا بقصها. بعد ذلك نقف في المكان المناسب ثم ننقر على كنترول وأيضا حرف الفي فتنتقل لنا من الأعلى إلى الأسفل. هكذا قمنا بتطبيقها عمليا. تدربوا عليها أعزائي الطلاب والطالبات أكثر من مرة حتى تستطيعوا إتقانها. بعد التطبيق العملي لدينا الآن نشاط صغير. النشاط رقم 5، أرسم دائرة حول الإجابة الصحيحة. يمكن استخدام لوحة المفاتيح لنسخ النص عن طريق النقر على مفتاحي كنترول وماذا؟ أنا أريد أن أنسخ، أعيد الكتابة عبر كنترول وحرف السي. أحسنتم، هذه هي الإجابة الصحيحة. أيضا يمكن استخدام لوحة المفاتيح للصق النص عن طريق النقر على مفتاحي ماذا؟ كنترول، أحسنتم، وحرف البي. هكذا أستطيع إلصاق النص. لدي توصيات لولي الأمر: توفير بيئة هادئة ومحفزة للطالب والطالبة، الحرص على الجلوس الصحيح، مساعدتهم على حل الأنشطة، تعزيز وتشجيع الطالب والطالبة، كذلك مساعدتهم على نقل أثر ما تعلموه، تعميمه في مواقف مشابهة، تذكيرهم أيضا بما تعلموه باستمرار للاحتفاظ بما تم اكتسابه. في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم وكلكم نشاط وحيوية كعادتكم. كانت معكم المعلمة رشا منذر الجاسم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.